مرحبا مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء. للاسف الشديد احنا الان، علاش للاسف الشديد؟ لان قبل يومين شفنا مدارس البعثة بدات الابواب ديالها كتحل وبداو وليدات كيقراو، الدراري ديال لا ميسيون ديال المدارس بريفي بداو كيقراو، كتبوا لهم مقررات، الناس بداو كيكتبوا في الدروس، راه غتقلبوا في الوليدات ديال البعثة ديال البريفي غتلقى بداو كيعطيو لي زيكزارسيس، الدري بدا كيقرا. ولكن حنا الان كنتواجدوا مدرسة عمومية، هذه المدرسة العمومية اللي للاسف الشديد حتى واحد في وليداتنا ما داخل يقرا. فين غاديين؟ فين غاديين بالتعليم العمومي؟ فين هي الهوية ديالنا؟ فين هي باش كبرنا حنا؟ فين هو التعليم العمومي اللي كان كيخرج اطر؟ اللي الحمد لله اليوم في هذه الدولة اطر كبيرة، موظفين كبار، اساتذة، مهندسين، دي بيلوت، دي كادر اليوم كبار قراو في المدارس العمومية. اليوم حنا كيبان لنا التوجه ما غاديينش في اطار المدرسة العمومية. اليوم 4 في الشهر وحتى شي وليد باقي ما شد الطاولة ديالو، وليداتنا باقيين دايرين في الزناقي. وليدات الاثرياء والاغنياء والطبقات اللي هي شويه راه داخلين تيقراو، ترونسبور هو بيز ها هو قدامنا، ولا بغيتي تشد عليه نور الدين وري ترونسبور من بعد شوفوا الناس بدات كتقرا. وليداتنا الطبقه اللي هي ضعيفه والطبقه الفقيره والطبقه الهشه راه باقي مساكن جايين كيديروا احتجاج حقه ما حقه، واش راه بهذا الشهر سعود بداو الناس باقي ما عارفينش ريوسهم فين غيقروا وليداتهم. خلاو المدرسه هنا اللي هي قريبه تيقولوا انهم باغيين يخلوها صحاب البريفي، الوليدات طوعوهم من الخلا الله يلا عيب وعار. خليكم معنا نتعرفوا على تفاصيل هذا المشكل هذا. اجي الحبيبه ديالك. السلام عليكم. احنا بالنسبه على اساس المدارس ديالنا الابتدائيه كيصيفطوا لهاد الاعداديه، اليوم جينا 4 في الشهر علاش نسجلوا وليدنا؟ حنا كنتفاجئوا، انا قال لك ما محطوطينش هاد الدراري عندنا غطلعوا ما عرفتش هادشي من داك العام. لا ما فراسناش، اول مره غتسمعوها. ما فراسناش فاش هاد السعود هاد الناس هادي يعرفوا ولادهم فين يقراو؟ واه بكري قراو وليداتنا. يعني حنا الوليدات اللي كبار قراو في هاد المؤسسه، قال لك طلعوا للعرصه، العرصه يعني مدرسه في الخلا والقيفار باقي فيها البنايه، ما كاينش طرق منين غندوزوا ليها وغنخافوا على وليداتنا باش انا دري ولا دري ما كملتش في الاشغال وروينا. دابا حتى بعد انا دري ولا دري 14 عام ولا 12 عام مستحيل انني نصيفط انا بنتي غتمشي لديك المدرسه. لا 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 ممنوع الدراري. لا بس ممنوع يعني ما يمكنش. انا مشيت 12 عام راه صغير راه باين. سمعتي اختي شنو قلت لك؟ يعني بنت 12 عام ولا ولدي 12 عام راه ما غيمشيش لديك الخلا وداك القيفار، ومع العلم ان باقي عندنا وليداتنا هنا في الابتدائي في الروض. واش غندي مولات الاعدادي ولا غندي مولات الروض؟ ما عندناش حل. ملي كنمشيو للنيابه كيقول لك كاين الاكتضاد. هذيك المدرسه اللي كاينه الحمد لله ان ديك المدرسه تحلات. الحمد لله. راه منكم توفروا لينا مدارس لوليداتنا. هذا ماشي خير من شي واحد، هذا ماشي خير، هذا واجب على المسؤولين وهذا حق من حقوق المواطنين ان وليداتهم يتوفروا على مدارس ذات جوده عاليه. الحمد لله اليوم لازم نقلبوا على التعليم اللي يكون ذات جوده عاليه. واش بغينا غير وليدات بريفي هما اللي يقراو؟ واش هاد الوليدات ما يقراوش؟ واش هاد الوليدات مساكن حيت الوالدين ديالهم على قد الحال حيت ما عندهمش؟ خصنا صافي. واش كاين شي واحد في شهر تسعود باقي ما عارفش راسو المدرسه فين غادي يقرا؟ راه ما عمرني سمعت، انا اول مره غنسمع نهار 4 شهر تسعود عاد حقه ما حقه كاين الاكتضاد. هادشي راه كيتعلم قبل والمدرسه باقي المدرسه حنا غادي نمشيو دابا المدرسه لان الناس كتهضر ولكن انا غنمشي نوثق هاد المدرسه اللي باقي فيها البنايه. سمحي لي حنا وليداتنا ساكنين حدا المؤسسه، واش كيهزوا وليدات من المؤسسه حدا المؤسسه كيلوحوهم في واحد القيفار؟ شكون يقرا هنا؟ صحاب بريفي صحاب مدارس اخرى، وحنا وليداتنا اللي صحاب الساكنين حنا لحونا في واحد الدوار اللي ما كنعرفوش، احنا كبار وما كنقدروش نمشيو. هي على الاقل على الاقل تكون غير مدرسه لائقه ونوفروا غير ترونسبور لهاد الوليدات. نوفروا ترونسبور تكون مدرسه كامله فيها جميع الامكانيات بان هاد الوليدات يقراو، وديك الساعه انا نقول لكم وانت انتم كتزيدوا فيه حتى حاجه ما كاينه. اختي انا عميده بغرق لي وليد في البحر عنده 13 سنه، ما يمكنش ليا غرق لي وليد 13 عام في البحر باقي لي دي عامين، ما يمكنش لي عندي واحد خويا اللي عنده 12 عام صيفطوا لهذيك المدرسه. لا ما قال ما يمكنش فيك، راه مفكر من البحر كنغرق فعلا قدي ما نقدرش نفكر فيك نمشي لهذيك المدرسه. والله ما يقدرش بلا هدايا واش هادشي بزاف شحال عليهم كتقرا بالعلم بزاف شحال والله. الدري غيجي ب 2012 غيجي من هذيك الخلا ديال العرسه لا يعقل. لا يعقل. الناس ما بغاوش. الله يرضي عليكم يا ما حيدوا خلينا نهضروا. حيدوا ماما الله يرضي عليك الله يرضي عليك. واش مرة غتم جاي مع السوق؟ ما نقدرش ما نقدرش نفكر ما نقدرش ما نقدرش نفكر. ماما كيفاش غادي نديروا؟ دابا حنايا باقيين صغار عندنا 18 عام ولكن اللي عندها 12 عام 13 عام وغطلع خلال العرصة تما كل هذيك المناطق غادي يقدروا الكلاب الدياب غادي يسمحوا لي على هاد الهضره ولكن خصنا نهضروا. هاد شغل الكلاب والدياب غادي يغتصبونا غيديروا لنا شي حاجه غيخسرونا غيديروا شي حاجه لوالدينا ولامهاتهم مرات خدامين كي غيديروا مساكن باش غادي يمشيو يديهم ولا غيجيبوهم واللي كاينين المواد خدامين
وسختي غادي يطيح في الظلمه غتجيبوا لي الخلا لا صعيب ها خايفين على الاغتصاب على وليداتنا وليدات عندي ثلاثه هذه اللي غتقرا لك انا بنت وبنت والاخرين جوج جات لي كي غندير واش نمشي لهي ولا نجي هنا كنمشي كيفاش غندير الرساله ديالك الرساله ديالي الرساله ديالي اولا نوفروا لكم وسائل النقل اللي دير لكم وليداتكم المدرسه وتكون مؤسسه كامله كامله مبنيه فيها طاولات مناسبين فيها اقسام مناسبه ماشي ما فرقتي مع المهضره ما كاينش عرفتي ولادكم ما قيدوهم غنتابعوكم كيفاش قايدين وعليكم السلام دابا ما يكون في الفرق ما بين هذا المدير والمدير اللي كانت فيه كانوا في التلاميذ وكان الفرق ما بينهم وبين الوزاره ماشي تا مشي لهم نيابه النيابه جاوا علينا سيروا المؤسسه كتقول لنا سيروا بغيت نعرف انايا واش دابا الناس اللي بعاد في الاندلس وفي فتح اربعه جيبوا لهم هذه المدرسه هما اللي قراب ب 4 متر 6 متر الفرق ما كاينين هاد بلا الشيء الدراري فين جات حنا راه فتحت ثلاثة وصلت على العصر قال لنا حنا دابا هاد الاكتظاظ كي بغينا نعرفوا علاش بالضبط حتى هذا العام وقع هكا حنا سنين عندنا ولادنا راه سالاو قراو داك سالاو قراو هنا علاش هذا العام قال لك هذا العام كاينه شي مؤسسه في المشروع ما كملاتش ديال صحاب البريفي غيقراو فيها ما كملتش ليهم جابوهم النيابه حطوهم لينا هنا ولادكم غيمشيو للعرس على ولادكم الحمد لله هذه كان العرصه عرف اولادكم هذا تبرير هذا من الطحنه من عندك ولكن واش هذا تبرير هذا ماشي تبرير هو الضعيف هو الضعيف اخشي هذا اصلا الدار ما يعرفش علينا طبقه اللي يعرفش علينا درجه المدير درجه المدير خذ مسجل الشرطه للرجال دوم دوم المحضر انا ما كنتش مشيت نقضي واحد الغرض ونجي دوم دوم المحضر المدير جاب لنا البنات جاونا المحضر علاش قال لك ما تدير الفوضى لداخل وكتجي واش هذا جاي يهز عليه السيف واش هذا جاي يهز عليه السيف ولا ما غادي يهز عليه السيف دابا انا غاتسمع غادي اخشي وغاتفين من الطريق ولا غادي يهز عليه السيف دابا انت مشيت على حقك جاب لي البنات داروا لي المحضر وانا مش غادي نعمل على حقه ما درتش على والو انا هز الوطن ما هزش السيف ما هزش السلاح هذا مدير تربوي مشى خرج البوليس المواطن واللي هو علاش انت اللي مزعم العيالات كدخل امهم علاش كنهضروا على ولادك كنزعم عندي بنت انا عندي بنت اخليها واش تبغى تقول خلاص قولوا 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 كيهضر على علاش بالضبط المؤسسه الابتدائيه ديال ابن بطوطه والمؤسسه الابتدائيه ديال رحيل مسكيني هما اللي تمنعوا من هذه المدرسه علاش الرحمه والشهداء حكينا الناس في البلاصه اللي كيعرفوا وحيوا وهما جابوا من هذه المؤسسه حنا اللي قرب لحنا بعدونا نقاب رسالتكم اليوم لمن بغيتوا توجهوا وجهوا الوزير ديريكت وسيدنا نصر الله ودخل سيدنا الوزير نجي نهضروا مع المدير ولا المسؤول قال لك حدا حارس عام حطوه في بلاصه المدير فاحنا كنتش مدير نجي نهضروا معاه قال لك تقراوا من شهر 10 وشهر 11 بما قدينا لكم باش يحسب لي زادريس لا في التخيل هذا سيري قال داكشي على سامي زادريس من ديبار القيادة وين وانت جبتي لهاد الناس بداو القرايه من ديبار قيادة هما لا سامي زادريس في الفراغ يجي واحد من اللي بعد تخيدو ولا قيادة سيرتو من ديبار العام لا واش العام ما يبدا حتى شهر 10 والاضرابات والروينة حتى شهر 11 عاد يقيدو كاينة واحد القضية أخرى دابا بغينا نشوفو حنا العامل المسؤول على هاد المنطقة علاش ربعات الابتدائيات في منطقة وحدة وإعدادية كانت قريبة حيدوها وحولوها وداروا بلاصة ابتدائية اللي ولاو ربعات الابتدائيات في نفس لوغونتار وحنايا دابا شدونا ولا حونا علاش؟ قراو عيد سبعة تمن غادي يقطعوهم تاني ملي مشينا غيقراو غير سبعة بعد الامتحان أخرى ملي مشينا للنيابة قالوا لنا من الأول ما كانش عليكم تشريو والمؤسسات ما كاينينش حنا نهار اللي شرينا نهار كنشريو تيقولوا لنا راه كاين المؤسسة كنتجمع وكنسبيطار وكاين وكاين ماشي قالوا لنا ماشي قالوا لنا اسمح لي بلان الجامع باقي ما نبنيش الجامع ما بداش تبنى في بلاصة الموبل ما عرفتش شيري راه ما عرفتش شيري كتجي كدير بلان ولكن من بعد راك عارف شنو كاين كتبقى على الحيوط وما كيبقاش هذوك ديك الوعودات ما كاينين على الحيوط الوعودات اختفت دكار اختي حنا اللي بغا نسيفطوا لنا ولادنا للعرسه حنا راه حنا بينا خمسه دقائق باش نوصلوا لهاد المدرسه اللي بغا يسيفطوا لنا ولادنا ساعه المدانه باش نوصلوا لهاديك المدرسه ولا يعطي الدري عندك مرات العام غتسيفط لنا قضيه اخرى بغينا نعرفوا علاش تحيدات الاعداديه اللي قريبه للناس كاملين علاش تحيدات من تما ورجعت ابتدائيه
مع العلم كاينين ثلاثه اخرين. كاينين ثلاثه كابتدائيات اخرين. هذا هو السؤال. الثانويه ما غاتجيهاش. الناس كيمشيو للحي الحسني. الثانويه ما غاتجيهاش لقد مشات الثانويه. اذا منطقه الرحمه بدون ثانويه اعداديه فقط اربعه ديال الابتدائيات. كاين واحد الخصاص في المدارس للاسف الشديد وليداتنا راه كيضيعوا. هاد اطفال المستقبل. هاد الاطفال اللي باغيين يزيدوا بالبلاد من هنا لقدام غيوصلوا الدراري. هذا هو التعليم في المغرب. هذا هو الجواب ديالو. هذا هو سببه من بين الاسباب ديال تدني التعليم العمومي. علاش هذا المدرسه؟ وحنا بهذه المناسبه انت عارفه وليداتك باش من لغه تيقراو؟ ما عارفاش. ما عارفاش شنو لغه تيقراو؟ لغه لغه روحي ليا نقول لك ما كاينش الادب سبيطارات كنمشيو. اش من لغه كتقرا؟ لغه ولا كنمشيو على اللغه الفرنسيه اللي كاينه كيقراونا العربيه صافي كيقولوا لكم سيرو. واش كتقراو شي لغه عربيه سليمه؟ واش كتقراو شي لغه؟ والو عارفه ولادك واش من لغه تيقراو؟ لا ما عارفاش. ما عارفه انت ولادك واش من لغه تيقراو؟ لا ما عارفاش. عارفه ولادك واش من لغه تيقراو؟ لا ما عارفه. ابتدائي كيما انا الصنعه ما كيقراوش نهار كامل. عارفه انت ولادك واش من لغه تيقراو؟ الباك الباك والباك ما عندهاش فرونسي ما كايناش. لا لا باك ما كايناش. الا شي لغه تيقراو ما كاينين حتى شي لغه ما كاين حتى شي مؤسسه. السؤال اللي سالتي ديال اللغه كون كنتي تقديت فيلمي دابا دري صغير غنجيبو دري صغير ديال السادس. لا لغة عربية فقط. لا 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 نجيبو دري صغير ديال السادس دابا كتمسلسل عليه اختي يكون فرنسية شوية عندو. ونكتب لك سميتو بالفرنسية ما غاعرفش يكتبها. هذا هو المشكل. جايبين لهم القرار ما كيقراو والو. بحال جايبين لهم الخدو. مشينا لذاك المدرسة ملي كنا خارجين تلفنا في الطريق. خرجنا من ذوك الموبلات خرجنا واحد سكران. هذه مهمة هذه. خرجنا واحد سكران كيبني تما في الموبلات. خرجنا سكران كيقول لنا تلفتوا على الطريق نوريها لكم. والسيد مقلوب بالشراب. تبارك الله عليك. إذا مشاهدينا الكرام غنختم معكم وغادي نمشيو لأي مكان باش نشوفوا المؤسسة. إلى اللقاء في بث الآخر.